حياكم الله وبياكم مساكم الله بالخير جميعا من مدينة آخن الجميلة الألمانية الجميلة ومن سنتر مدينة آخن. وصل اليوم الجمعة 10/6/2022 ودرجة الحرارة 14. الحمد لله نواصل تصويرنا. حياكم الله مرة ثانية في مدينة آخن الألمانية. اليوم الجمعة 10/6/2022 درجة الحرارة 14. شارع التسوق الحديث نواصل تصويرنا. طبعا المدينة هاي فيها عيون حارة كبريتية ومشهورة بالعلاجات الطبيعية فجوها من كل العالم من ضمنهم بعض الحكام العرب للاستطباب. فيها المدينة أيضا جامعة عريقة اللي هي جامعة آخن. نواصل تصويرنا. مدينة آخن مدينة عريقة جدا، من الأماكن اللي وانت تمشي في آخن تمر عليها، هذه قريبة من الكاتدرائية. لاحظوا حركة الماي، الماي يقصدون به المال، المال يتحرك بين من هذا إلى هذا، الفقير والغني في حركة دائمة بين الجميع. هني الكاتدرائية. نواصل تصويرنا. ما زلنا في مدينة آخن الألمانية. اليوم الجمعة 10/6/2022 درجة الحرارة 14. نواصل تصويرنا. إخواني هذا القبر يضم رفات أعظم ملك مر على هذه المدينة، شارلمان. هذا كانت علاقاته مع الدول المجاورة، حتى مع هارون الرشيد كانت علاقاتهم جيدة، وهذا له الفضل في تطور هذه المدينة. هذا طبعا موجود في الدوم، موجود في الدوم، ما تقدر تدخل هناك إلا معاك مجموعة سياحية. هذا الدوم مبنى الدوم، فيه فسيفساء عجيبة. شوفوا الشمس لما تستطافل. هني نافورة حلوة مغطينها ظني للصيانة. نافورة جميلة هني، شوفوا الصور اللي كانوا عليها، التماثيل اللي كانوا عليها، هاي التماثيل اللي كانوا عليها الحين مغطينها للصيانة. هذه المدينة القديمة هذه بروحها قسم، والمدينة الحديثة هناك قسم اللي فيها جاليري لافايت، السنتر جاليري لافايت، والسنتر اللي بعد الثاني الجديد. هذا نصب الملك شارلمان
في ساحة هذا مبنى البلدية أو على ما يسمونهم في الألماني الرت هاوس. هذا مبنى كل هذا خلف قريب من الكاتدرائية وقريب من الدوم. هذا اللي ضريح داخل الدوم هذا الملك شارلمان، كانت طبعا علاقاته مع الدول المجاورة من أفضل العلاقات، حتى مع هارون الرشيد، وكان يتبادل الهدايا مع الجميع. من ضمن الهدايا اللي هداه هارون الرشيد ساعة تشتغل بضغط المياه، من ضمن الهدايا الكثيرة. يعني غريب انه ما قال ابغي حرمة اتزوجها عمي. هاي من العيون الحارة الكبريتية اللي في مدينة آخن، هني عين وهناك عين، وتقدر يعني اليوم دافية هني. من ضمن ترى في مصحات لعلاج الروماتيزم ولا بهالمياه، مثل هالمياه هذه موجودة في هالمبنى اللي خلف اللي في الحديقة هاي، خلف من خلف المدينة القديمة. هذه الحديقة، هذا المبنى. رجعنا للقسم الجديد وإلى السيارة. طبعا المدينة هاي فيها مجمع مصنع ليندت، مصنع كبير هني، فيها المصحات، كثير من المصحات، من ضمنها مصحات العلاج بالمياه الحارة. فيها جامعة آخن، فيها كذلك هذا الملك شارلمان، هذا فيه جائزة سنوية من البلدية تعطى لأفضل شخص خدم قارة أوروبا سنويا، ويكرم داخل مبنى البلدية كل سنة. مساكم الله بالخير مرة ثانية. هني احنا في الحدود الثلاثية، هني في جزء ورانا من هناك جزء، بس هذا الجزء البرج هذا اللي يشوفونه، البرج هذا اللي يشوفونه دخوله ب3.5 يورو، هذه العملة من هالمطعم، في مكين هناك تحطون 3.5 يورو تطلع لكم عشان البوابة. بنخلص من هذا الجزء وبنروح للأجزاء الثانية. يلا وراي واحد واحد. هذه الناحية الثانية، بلجيكا وهولندا. طبعا كلهم يشتركون في هالنقطة هاي اللي نحن فيها. هذه الأطلالة، في برج ثاني، وهناك في برج، في برج. التقاطة ثانية من قمة برج الحدود الثلاثية بين بلجيكا هولندا وألمانيا. كذلك مثل ما أقول لكم نروح فيه جنبه هنا كراسي وأشياء ثانية. شوفوا هنا الأبراج مكثرها، يا هي كميتها أكسجين في بين هالشير هاي. نطلع فوق، باقي مرحلة واحدة. مو اخوانيين نخاف لك. قلت له الزجاج شوف تحتك. بياكم الله وبياكم مرة ثانية. هني الرموز والشواخص في هالنقطة هاي، تبعد عن ذاك البرج تقريبا
كيلو كيلو 200 متر. هذا البرج الثاني الشمس، بس هذا البرج الثاني، هذا اللي تحت الشواخص. هني أعلام الدول الثلاث، هني أعلام الدول الثلاث، هولندا وبلجيكا وألمانيا. وهذه النقطة يعني بالضبط وين تلتقي الثلاث خطوط، هني تلتقي، وهني شواخص، هني بلجيكا، هناك هولندا، وهناك ألمانيا. علم كل دولة. هني ألعاب للأطفال، مطاعم زيادة، ألعاب مجانية. حياكم الله وبياكم، وأسعد الله مساءكم بكل خير. من أفضل وأكبر أوتلت في هولندا، ألا وهو أوتلت ريموند أو رايموند سموه. نواصل تصويرنا. الأوتلت جميل بمعنى الكلمة، وتعدل عن آخر مرة، نيت وايد تعدل. أسوي عمري أصور لشيارة وألف. ما يصير تزورون أمستردام ولا تزورون هلا الأوتلت. انتبهوا، خصوصا إذا كنتم من محبين التسوق. إذا ما كنتم محبين، لا انسوا. نواصل تصويرنا. الصينيين بدأوا يغزون يا جماعة، يا هي أغراض شلينها. من الصعب جدا انك تلقى ديور ولويس فيتون، مستحيل تلقاهم، يمكن من النادر جدا انك تلقاهم في اوتلت. اول كان ديور موجود في فوكس تاون في سويسرا في لوغانو، ولكن خلاص من هي هذا كورونا سكر. الكراسي هاي ذكرني بالقهاوي الشعبية القديمة. هالكراسي جاي سليماني وشيشة وسمونه وقدو. أرماني، كالفن كلين. نواصل، ما زلنا في هذا الأوتلت الجميل، أوتلت ريموند هولندا. أحاول أسترق التصوير. في ناس ما يعجبهم أنك تصور. ستارباك تسجل حضور في الأوتلت. في طبعا هني اوتلت بعد باتافيا، على فيه في اماكن هني في هولندا، بس طبعا هذا هو اللي ماخذ الاضواء. لكن في اوتلتات باتافيا بس اصغر عنه. فيرساكي، له طبعا عدة مداخل، عدة مداخل تقدر تدخل منه.
شوفوا هذا المطعم، شوفوا جلساته وين، ومجموعة المطاعم خلوهم في هالمبنى هذا. يا زين المريحانة، هني مجموعة المطاعم. Thank you.